بيانفينو سوغ ما شان يوتيوب. الوغ اليوم اعزائي التلاميذ في هذا الفيديو راح نقدم لكم الفرد الاول للفصل الثاني فيما يخص السنه الرابعه متوسط. دوكا كوم دابيتود راح نقرا لكم النص باللغتين العربيه والفرنسيه. دونك راح نسي نشرح او ميم طون بوندون كو توت لا فامي ريغاردي ان دوكيمونتير سور لا سوليداريتي. يعني اثناء ما كانت العائله تشاهد برنامج حول التضامن مون بيتي فرير اخي صغير posa la question suivante. يعني سأل السؤال الآتي: pourquoi il faut être solidaire؟ يعني لماذا يجب أن نكون متضامنين؟ أعزائي التلاميذ، الأخ يعني posa question، قال pourquoi il faut être solidaire؟ يعني لماذا يجب أن نكون متضامنين؟ دونك أنا الأم نتاعها ردت عليه. المامون لوي ريبوندي: être solidaire، يعني أن تكون متضامن، سي دابور ايمي سون بروشان، أن تحب أولا أقاربك، اي اكسبتي دو لاد، وأن تقبل مساعدتهم. سيت مساعدتهم سيت ان كومبورتمون، هو عبارة عن سلوك كي غارونتي، الذي يضمن لك ان سوتيان، دعم اون كاد دو ديفيكولتي. يعني في أحيانا عندما تكون أنت في يعني أمر سيء أو بتحتاج مساعدة، تلقى الدعم من أناس اللي قمت أنت بالمساعدة نتاعهم. أوترومون دي، بطريقة أخرى، أون سي جامي، يعني ما نقدوش نعرفوا دوفون لي سيتياسيون دو تيتريس، يعني ممكن أن نحنا نكونوا في مكانهم يوما ما. لا سوليداريتي سي سونتريدي، التضامن هو المساعده، سوتيان الدعم، لو بلو فيبل هو دعم من لو بلو فيبل، الضعفاء، انكوراجي سي سومبل بوا تشجيعهم. اي لا بلو غران لوا، وقانون الالهيه هو يضمن كذلك ويرتبط مع حب دو فوتر سومبل، حب الاخرين. De lui à de plus, يعني بعدها ajouta papa, قال لها الأب تاعو, la solidarité est un moyen de garantir la stabilité. إذن التضامن هو عبارة عن وسيلة تضمن لك la stabilité, التوازن, l'égalité, المساواة, dans quoi, dans la société, في المجتمع. En effet, على غرار ذلك, elle permet d'offrir à chacun, يعني تمكن من أن تهدي للجميع, les moyens de vivre correctement. الوسائل أو وسائل العيش بطريقة صحيحة. De sorte qu'un individu n'est laissé de côté ou désavantagé de façon injuste. يعني ما لازمش علينا نخلو أي إنسان يحتاج المساعدة أو يضطر إلى أن يذهب إلى طريقة غير شرعية للناس آخرين يساعدوه. cultiver la solidarité est dans votre intérêt. يعني يعني ثقافة التضامن هي فيك أنت، في عمقك وفي تفكيرك أنت. لوي ريبليكج، لا سوليداريتي اي اون بوكل. هنا الأب تاعو راه يزيد يكمل، قال بلي لا سوليداريتي هي اون بوكل، يعني التضامن هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن حلقة. نو بوريون ان جور اتر على بلاس دو سوي كي ا بوزوان داد، يعني ممكن أن نكون في يوم ما نحن في مكان ذلك الإنسان الذي يحتاج إلى مساعدة. De plus, bien pardon, en plus, بعدها, la solidarité envers les autres, التضامن اتجاه الآخرين, peut aussi, كذلك, contribuer à notre sécurité. يضمن لنا أمننا. En effet, quand certains n'ont pas les moyens, يعني بعض الناس اللي ما يكونوش عندهم الوسائل à vivre décemment, بن يعيشوا ببساطة, ils peuvent devenir amers. يعني الناس اللي ما يكونش عندهم المساعدة, ما يكونش عندهم الوسائل للعيش, ممكن أنهم يصبحوا amers, يعني كارهين حياتهم, furieux, غاضبين, voire les malveillants. هنا ممكن أنهم يروحوا يطلبوا المساعدة من أشخاص سيئين. Ils pourraient chercher à obtenir de force ce qu'ils n'ont pas. يعني يروحوا عند يطلبوا المساعدة من الناس اللي ما عندهمش هذيك, ما يقدموش المساعدة لكن يوجهوهم إلى طريق سيء. دونك هنا est menacé votre situation وهنا يهدونا الوضعية نتاعنا. Il vaut donc mieux partager suffisamment pour ne pas provoquer. يعني يجب علينا أن نتقاسم هذه المساعدة يعني بالكفاية حتى نمنع هذه الأمور من مجتمعنا. هنا الابن فهم السيتياسيون، دونك قال او جي كومبري، لقد فهمت. لا سوليداريتي، التضامن، اي ان كومبورتمون، هو سلوك امبورتون، مهم، اي تري بينيفيك، ومفيد جدا اوزوم، للرجال، انسي كو لا سوسيتي، وعلى غرار ذلك كذلك المجتمع. هذا فيما يخص اعزائي التلاميذ الموضوع تاعنا تاع اليوم اللي يتكلم على التضامن بصفه عامه. روحوا الان مباشره الى الاسئله. الوغ هنا اعزائي التلاميذ فيما يخص الاسئله نتاعنا، السؤال الاول قال لك كالي لو تام ابوردي دون سو تيكست، يعني واش هو الموضوع اللي رانا نتكلموا عليه في هذا النص. السؤال الثاني، اذا الموضوع اكيد راح مفهوم، يعني كي بقيت نشرح لكم اكيد الموضوع مفهوم. مانيش راح نعطيكم دوك الاجابات، راح نخليكم فيما بعد حتى تتسنى لكم انكم تجاوبوا براحتكم. السؤال رقم 2 قال لك شوازي لا بون ريبونس، سو تيكست اي دو تيب، يعني نمط النص هذا واش؟ هل هو ناراتيف افيزي ارغيمونتاتيف، هل هو يحكي بطريقه حججيه او بنظره حججيه، او ديسكريبتيف وصفي بنظره حججيه، او اكسبليكاتيف بنظره حججيه. ديسكريبتيف ناراتيف بمعنى يحكي بنظره حججيه، ديسكريبتيف يصف بنظره حججيه، واكسبليكاتيف يشرح بنظره حججيه. رايحين نختاروا وحده من هذو ثلاثه.
3. Quel est le point de vue de l'auteur sur la solidarité? كي نقول لك واش هي وجهة نظر الكاتب يعني تعطوني لا تيز. اسكو سي كلير؟ دونك هنا اعزائي التلاميذ في الامتحان تاع البيام ممكن انكم يبدلوا لكم فقط السؤال ويصبح بالشكل الاتي، يقول لك كالي لو بوين دو فيو، ما هي وجهة نظر الكاتب حول التضامن. دونك كي يقول لك بوين دو في او لا تيز سي لا ميم شوز، داكوغ؟ ماشي تلقوا لا بوين دو في تحصلوا، كي نقول لك بوين دو في هي وجهة نظر الكاتب اي بمعنى الاشكاليه اللي طرحها اي لا تيز، داكوغ؟ السؤال رقم 4 واش طلبوا منا؟ هنا سؤال واضح جميل جدا، طلبوا منا اننا نستخرجوا ثلاثه تاع الحجج لارغيمون ونستخدموا لي كونيكتور تاعها، كل حجه نعطوها الكونيكتور تاعها، كل حجه نعطوها الكونيكتور، وهنا نعطوا ثلاثه تاع الحجج مع ثلاثه تاع لي كونيكتور. نمر الان للاسئله المواليه. السؤال رقم 5 هنا اعزائي التلاميذ واش يقول؟ دونك فري ولا فو، راح نجاوبوا بصح او خطا. سي لو بير دو لوتور كي ا بوزي لا كيستيون بوركو il faut être solidaire. قال لك هو اب تاع هذا الكاتب اللي هو طرح بوركو il faut être solidaire. اسكو الاب هو اللي طرح هذا السؤال وقال يجب علينا ان نكون كيفاش ان نكون متضامنين. دونك سؤال ثاني، لا مامون دو لوتور اي كونتر لا سوليداريتي، الام باردون الام تاع هذا الكاتب هي اللي راهي ضد التضامن، كونتر بمعنى ضد. الجمله الثالثه، لا سوليداريتي اي اون بوكل، يعني التضامن هو حلقه. نو بوريون ان جور اتر على بلاس دو سيلوي كي ا بيزوان ديد، يعني التضامن هو حلقه، ممكن في يوم ما ان نكون نحن في مكان هذاك الانسان اللي يطلب المساعده. اذا هنا اعزائي التلاميذ راح تكتبوا وحده كل جمله فري ولا فو، يعني هل هذه الاجابه صحيحه او خاطئه. هنا اعزائي التلاميذ لحد الان الاسئله راهي واضحه في متناول الجميع. سؤال رقم 6، غولف دي تكست، استخرج من النص ماذا؟ امو دو لا مام فامي كو سوليداريتي، راح نحوسوا على كلمه او كلمه تشبه الكلمه سوليداريتي، يعني عندها كي يقول لك لو مود لا مام فامي معناتها كلمات عندهم نفس الحروف كيما سوليدار، داكوغ؟ مثلا كيما هكا هنا كيما هكا، دونك هنا غادي تحوسوا على كلمه فيها نفس الحروف كيما هذه سوليداريتي. وكذلك عندنا كلمه سونتريدي، داكوغ؟ سونتريدي هنا ممكن ان تسبب غير هذه الكلمه مثلا، داكوغ؟ دونك هذه تحوسوا لي على كلمتين من نفس العائله، الكلمة سوليداريتي اي سونتريدي. السؤال اللي موراه قال لك اعطيني لو سينونيم، يعني كلمه اللي تشبه كلمه سوتونير اي الدعم، اعطوني كلمه عكس كلمه جوست، يعني جوست بمعنى انسان يمشي نيشان عادل، داكوغ؟ هنا قال لك اعطيني دو فيرب دو بارول. هنا اعزائي التلاميذ كي نقول لك دو فيرب دو بارول، هنا مازال ما وصلناش الدرس معايا، انا مازال ما وصلتوش الدرس تاع لو ستيل ديريكت اي انديريكت، المره القادمه راح ندير فيديو عليه باش نفهموا ستيل ديريكت اي ستيل انديريكت، هكا باش نعرفوا كيفاش نجاوبوا على هذا الفعل. رقم 7، كالي لو رابور اكسبريمي دو لا فراس سويفونت، دونك راح نقراكم الجمله ويقول لك واش هو لو رابور. كذلك اعزائي التلاميذ هذا السؤال مازال ما درسناش، راح ندرسه في المقطع الجاي، دوك نشوفوا الاجابه تاعو كيفاش تكون. il vaut donc mieux partager suffisamment pour ne pas provoquer l'hostilité de plus d'aimer. هنا راه كاين رابور، راح نشوفوا هذا الرابور واش هو. نمر الان للسؤال الموالي. في مخصوص السؤال رقم 8 هنا اعزائي التلاميذ قال لك conjuguer les verbes entre parenthèses autant que convient et au mode qui convient، يعني هنا راح نجاوبوا او يعني نصرفوا هذه الافعال في الزمن اللي يوالمهم. دونك كي نجي نقرا الجمله الاولى، ليدي دو لا سوليداريتي، فكره تاع السوليداريتي اومان، يعني فكره التضامن الانساني على شيل مونديال، يعني في السلم العالمي، دونك ممكن سوف تكون دونك شونجي لو موند، سوف تغير العالم. هنا اعزائي التلاميذ هذه الجمله رانا نتكلموا على شيء ممكن انه سوف يحدث في المستقبل، كي نتكلموا على المستقبل اذا هنا راكم عارفين فاش راح نصرفوه. الجملة الثانية il faut que، إذا تلقاو كلمة il faut que راكم عارفين فاش لو مود اللي نصرفوه، دونك لي جون كومبروندر، يجب على الشباب أن يفهموا مدى كو لا سوليداريتي، على أن التضامن إت أن كومبورتمون، على أنه سلوك مهم إي بينيفيك على سوسيتي ومفيد للمجتمع. أعزائي التلاميذ فيما يخص الفقرة مانيش راح نديرها لكم، لأنه راح نعطيكم راح ندير فيديو آخر فيما يخص الفقرات اللي رايحين نشوفوهم في هذا الفصل. أعزائي التلاميذ نمروا الآن مباشرة إلى الأسئلة. أو عفوا الإجابات. ألوغ هنا أعزائي التلاميذ كي نجي نتكلم على التصحيح، أولا هنا فقط راه كاين خطأ في الأرقام، معليش سي با غراف. دونك أول سؤال كان عندنا لو تيم دو سو تكست إي، ما هو موضوع النص؟ أكيد الموضوع تاع النص كان يتكلم على لا سوليداريتي أي بمعنى التضامن. السؤال رقم 2 قال لك شوازي لا بون ريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. سو تكست إي دو تيب، هذا النص هو النوع أو نمطه إكسبليكاتيف أفيزي أرجيمونتاتيف، إذا هو شرحي لأن الكاتب والأم كانوا يشرحوا للإبن تاعهم على فوائد التضامن، لكن بنظرة حججية، أعطاونا حجج. اسكو سي كلير؟ دونك هنا إكسبليكاتيف أفيزي أرجيمونتاتيف. كي نجي نتكلم كالي لو بوان دو في، يعني واش هي وجهة النظر اللي يدافع عليها الكاتب في هذا النص، يعني حول التضامن، ما هي وجهة نظره حول التضامن؟ كي نقول لك وجهة نظر ولا بوان دو في سي لا تيز،
دونك التيز تاعو كانت هنا تقول كيلتيفي لا سوليداريتي اي دون فوتر انتيري، بمعنى المفهوم او ثقافه تاع التضامن هو فيك انت. لا سوليداريتي اي اون بوكل، اي بمعنى التضامن هو عباره عن حلقه تمكننا ان جور، يعني ممكن ان جور نحن نكون في مكان ذلك الانسان اللي يحتاج المساعده. هذا أعزائي التلاميذ فيما يخص السؤال رقم 3. نمر الآن للسؤال الموالي. واش قلنا هنا أعزائي الموالي؟ هنا فيما يخص تابلو يعني جدول. هنا قال لك عطانا الحجة، عطانا الحجج وعطانا لي كونيكتور. لي كونيكتور راكم تلاحظوا فيهم عندي دابور دو بليس و اون بليس، اسكو سي كلير؟ أما الحجة فما دابور الحجة تاعها اللي طاوها لنا، اتر سوليدير سي دابور ايمي سون بروشان اي اكسبتي دو ليدي حتى كلمة لامور دو فوتر سومبلابل، اسكو سي كلير؟ الحجة الثانية من دو بليس تبدا حتى دونك لا سوليداريتي اي تان مويان دو غارونتير دو لا ستابيليتي اي ليغاليتي دون لو سوسيتي، حتى كلمه دو فاسون انجوست. اما فيما يخص اون بلوس، اما فيما يخص اون بلوس دونك هنا الحجه تاعها هي لا سوليداريتي انفير لي زوتر بو سي كونتريبي ا نوتر سيكوريتي، حتى كلمه ديمين. اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص التابلو. قلنا كيفاش نجبد الحجه؟ الحجه ديما تلقى دابور موراها راح تجي الحجه، او دو بلوس موراها الحجه، اون بليس موراها الحجه، اسكو سي كلير؟ نمروا الان للسؤال الموالي. السؤال الموالي اعزائي التلاميذ كان يتكلم على فري او فو. انا كان اسهل ما يكون. الجمله الاولى قال لك سي لو بير، انه الاب هو اللي يسال السؤال لماذا يجب علينا ان نكون متضامنين، وهذه اجابه خاطئه سي فو. الجمله الثانيه قالت انه الام راهي ضد فكره التضامن، وهذه كذلك اجابه خاطئه. الجمله الثالثه تقول انه التضامن هو عباره عن حلقه، وفي يوم من الايام سوف نكون نحن في مكان ذلك الانسان الذي يحتاج مساعده، وهذه في نفس الوقت هي وجهه نظر الكاتب. دونك هذه اجابه صحيحه. السؤال رقم اللي بعده قال لك عطيني لو مودل مان فامي، كلمه من نفس العائله تاع سوليداريتي. انا قلت لكم اعزائي التلاميذ الكلمه من نفس العائله هي كلمه اللي عندها بريسك نفس الحروف. اذا كيما سوليداريتي عندنا لو مودل مان فامي تاع هي سوليدير، سونتريدي يعني المساعده فيما بينهم، دونك هنا الايدي يساعد، اسكو سي كلير؟ السؤال الموالي قال لك عطيني السينونيم تاع كلمه سوتينير. سوتينير معناتها المسانده. اذا السينونيم او الكلمه اللي تشبه لها في المعنى هي سونتريدي، بمعنى المساعده فيما بينهم فيما بعضهم البعض. لونتونيم قال لك عطيني عكس كلمه جوست، راهي موجوده في النص هي انجوست. الوغ جوست العكس تاعها انجوست، اسكو سي كلير؟ اما هنا فيما يخص دو فيرب دو بارول كيفاش نجبدوهم من النص؟ تبعوا معايا اعزائي التلاميذ. لو فيرب دو بارول دونك نلقاوهم كي نتكلموا مثلا في النص، تبعوا معايا مليح، نرجع اذا النص تاعي. دونك مثلا لو فيرب دو بارول كيما هنايا عندي اجوتا، كي نلقوا مثلا ولا ريبوندي هنا باغ اكزومبل، كي تلقوا المزدوجتين هنا مثلا الكلام، كي تلقاو المزدوجتين قبل المزدوجتين راح تلقاو فيرب، هو اسمه فيرب دو بارول، اسكو سي كلير؟ هنا في هذه الحاله عندي ريبوندي وعندي اجوتا. نشوفوا هنا بلا كاين امثله اخرى عطاهم لنا في الاجابات. اذا تلاحظوا معايا الوغ تلاحظوا معايا جيدا، دونك هنا فوالا عندنا لو فيرب دو بارول، عندنا ريبوندي وعندنا ريبليك، اسكو سي كلير؟ ميم الاجوبه اللي قلتهم الاولى كانوا صح. السؤال الثاني قال لك كيلو لو رابور اكسبريمي دون لا فراز. لحد الان انا قريتكم غير لو رابور دو كوز اي لو رابور دو كونسيكونس، لكن هذا الرابور الجديد عليكم راح تتعرفوا عليه في الايام القادمه هو رابور دو بوت، يعني الهدف. كيفاش نعرفوا في الجمله تاعي؟ قال لك اي فو دونك ميو بارطاجي سوفيزامون بور نو با بروفوكي لوسيتي دو لوستيليتي دي بلوس دي مين. الوغ انا عايزه اتلمي كي تلقى كلمه بور في الجمله تاعك، كي تلقى كلمه بور دونك هنا اوتوماتيكمون هادي سي ان رابور دو بوت. الوغ كي تلقى كلمه بور هو ان رابور دو بوت. الوغ جو دي بيان بور سي با دونك سي بور هو سي ان رابور دو بوت. اذا راكم تلاحظوا الاجابه هي رابور دو بوت. السؤال الموالي اعزائي التلاميذ يتكلم على لا كونجيغيزون. دونك سؤال موالي يتكلم لنا لا كونجيغيزون. قال لك هنا صرف لي الافعال في الازمنه وفي المود كي كونفيان. دونك هنا عندي بوفوار، الجمله تقول انه التضامن سوف يكون على المستوى الانساني، سوف يكون يعني في الفيوتشر في المستقبل، يعني سوف يغير العالم باسره. دونك هنا البوفوار راح نصرفو اكيد في لو فيوتشر سامبل. دونك هنا بوفوار في الفيوتشر سامبل نقولوا ليه بورا بورا، اسكو سي كلير؟ اما هنا بما انه راه عندي il faut que، دونك هنا اكيد الفيرب تاعي راح نصرفو في لو سوبجونكتيف، داكور؟ في لو سوبجونكتيف. الوغ كومبراندر هنا يصبح لنا كومبرين، شنو يصبح لنا كومبرين؟ دونك كي يكون عندي il faut que دونك سي لو مود سوبجونكتيف، سي لو مود سوبجونكتيف، اسكو سي كلير؟ دونك اما اعزائي التلاميذ فيما يخص الوضعيه الادماجيه، دونك راح نعطيكم في فيديو اخر راح ندير لكم كل الوضعيات الادماجيه اللي ممكن انها تكون في هذا الفصل. دونك وصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى انه هذا الفيديو نال اعجابكم.
عجبكم. اذا عندكم اي تساؤلات اي استفسارات كتبوهم لي في لي كومونتير. جو فوزام تري فور. ما تنساوش اذا راكم جديد في القناه ما تنساوش تابوني تاكتيفي لا كلوش بور ريسيفوار تو مي فيديو. جو فوزام تري فور. تشاو تشاو على بروجين فيديو.